خراب البيت او عماره على الزوجه. شوف البنات وصلت لدرجه ايه، هي جواز ايه والجرف ايه. لو ابوك مش قابلك وامك مش قابلك ليك يا حبيبي يقبلك. اهلا بيكم يا جماعه. كم مره حذرنا وقلنا البنت في سن المراهقه، الولد في سن المراهقه، سن خطير جدا، ويجب التعامل مع بنتنا او ابننا بمحاذير وبحساسيه مفرطه. يمكن الولد ماشي، لكن البنت الف في خط وخط في المعامله. اولا بتبقى نفسها لا عارفه نفسها كبيره، ولا عارفه تصدق نفسها ان هي لسه صغيره، ولا عارفه تثبت نفسها ان هي فتاه كامله النضج، ولا عايزه تثبت لنفسها ان هي لسه صغيره، فبالتالي بتمر بمراحل بيولوجيه ومراحل نفسيه متضاربه، مش في حاله عدم ارتكاز، فبالتالي ما كانش تلقى حضن امها وحضن ابوها يحتويها، ممكن البنت لا قدر الله تنحرف. وعشان كده المشاكل المترتبه عن التفريق بين الزوج والزوجه او الطلاق، الزوجه والزوج لما بيفترقوا او بيطلقوا بتبقى مشكله كبيره جدا للبنت او الولد. خلينا في بطله القصه النهارده بنتنا اللي عايشين في عزبه الهجانه، واللي القصه كلها بتدور في القاهره في شبرا. موضوع مهم جدا، واعتقد ان احنا هنستفيد درس مهم جدا لكل مشاهدي ساعه مع حنفي. الاب انفصل عن الام. البنت كبيره، البنت عندها 15 سنه. 15 سنه الاب راح اتجوز وساب البيت. الام عايزه تتجوز حقها، ما هو برضه ليها تلبيه نداء الجسد، مش هتقدر. لا هتقدر تقاوم، لو قاومت شهر مش هتقدر تقاوم التاني، حقها شرع ربنا. ما نقدرش نتكلم بقى ونقول له كل واحده اتطلقت ولا ترملت ولا جوزها سايبها نقول لها ما تتجوزيش. لا، تتطلق وتتجوز. فشيء طبيعي جدا ان هي الام عايزه تتجوز، فراحت اتجوزت، اصبح الاب متجوز والام اتجوزت، طب البنت تروح فين؟ راحت لابوها، ابوها قال لها روحي لامك. الام في الوقت ده قرفانه من البنت، تعمل ايه؟ تقعد تضرب في البنت وتزل فيها عشان البنت تزهق وتروح عند بيت ابوها. البنت تروح عند ابوها، مرات ابوها وابوها يزلوا فيها علشان تروح عند امها وجوز امها. فالبنت مش لاقيه، لا لاقيه اب ولا لاقيه ام. في نفس الوقت لاقيه صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، ولاقيه اتعرفت على شاب عنده 19 سنه. هي 16 سنه والولد عنده 19 سنه. فالولد بيقول لها مالك وبتاع، قالت له تعبانه، بابا متجوز وعايش لوحده، وماما متجوزه وعايشه لوحدها وعايشه مع جوزها، وانا مش عارف اروح عند ده يطردني، اروح عند ده يطردني. قال لها ده يطردك ودي تطردك، انا فين؟ انا مش في حياتك. قالت له احنا لسه متعرفين عن بعضنا من قريب. قال لها بذمتك انت حاسه ان انا بعيد عنك وغريب عنك؟ قالت له بالعكس، ده انت احسن حاجه عرفتها في حياتي. قال لها طب مش واثقه فيا؟ قالت له واثقه فيك طبعا. قال لها لما انت مش واثقه فيا تعالي عيشي معايا، سيبك من ابوك وسيبك من امك وتعالي عندي. تلقى السدر الحنين، هتلاقي انا كل حاجه في حياتك، انا ابوك وانا امك وانا انور وجدي في حياتك. ما البنت عندها 15 سنه والشاب ده عنده 19 سنه، وهي اشتكيت له وعرفته المشاكل اللي بين ابوها وبين امها، واللي لا ابوها طيقها ولا امها طيقها، ولقت واحد بيقول لها انا سدر حنين وواثق مش واثقه فيا، والله هزعل منك. لو انت مش واثقه فيا بلاش تكلميني، خلاص انا زعلان منك، بعد اذنك بعد خلاص انا كده، والله انت جرحتيني، انت عارفه بكلامك ده انت جرحتيني، بقت الحب اللي بحبه لك ده كله وانت بتقولي بتحبيني وفي الاخر مش واثقه فيا. قالت له واثقه فيك والله. قال لها لو انت واثقه فيا مش عايز تيجي البيت عندي ليه؟ لو ابوك مش قابلك وامك مش قابلك ليك يا حبيبي يقبلك، انا زعلان منك. وفعلا قعد يومين ما بيكلمهاش لغايه ما كانت هتتجنن، لغايه ما قالت له انت مش خلاص بقى سامحني. قال لها مش هسامحك، انت جرحتيني، ازاي تقولي لي كده؟ انت مش واثقه فيا؟ قالت له اثق فيا. الله خلاص من بكره تيجي البيت عندي. قالت له انا مش هزعلك. شفت لما يكون واحد حنين؟ شوف الحنيه، انا احب الحنيه دي لما بيثبتها بالفعل. بالفعل البنت سابت امها وراحت في شبرا عند الشاب ده وقعدت معاه اقامه كامله. لقت بقى كل حاجه حلوه، ايه يعني؟ ايه؟ معامله كويسه، اكل كويس، وفي الليل بيلبوا نداء الجسد براحتهم، لا حد يقول لها بتعمل ايه، ولا اب بيراقبها ولا ام بتراقبها، فوقت العمليه كلها متعه في متعه. في الليل الشاب
قمة الجمال والمتعة، وفي النهار مفيش تنفس ولا غيره، وحاسة ان يا ست البيت بتطبخ وبتاكل وحاسة ان هي سعيد. ويوم ما تقول له طب ما نتجوز احسن من كده، يقول لها جواز ايه وجرف ايه، ما احنا عايشين زي الفل اهو. هي استمرأت كده وسعيدة جدا وهو سعيد جدا. بعدين قالت له بقول لك ايه، ما معناش فلوس. قال لها ايوه هنعمل ايه؟ قالت له بسيط، اتصل بباب التليفون وهقول له ان انت خاطفني وعايز فدية 100,000 جنيه. ابوك معاه فلوس؟ قالت له اه معاه فلوس زي ما قرش. قال لها طيب نرسمها صح. راح خد التليفون بتاعها وقال لها كلم باباكي وعيطي وقول له انا اتخطفت. فعلا اتصل يا بابا الحقني خطفوني ثلاث شباب الحقني يا بابا. خد مهاتف عايزين 100,000 جنيه يقول لها هموت لك بنتك. وقفل السجن. وراح عملوا نفس الفيلم مع خطفوني يا ماما الحقيني يا ماما انا كنت ماشيه وواحد خطفني بعربيته ووداني في حته مقطوعه الحقيني يا ماما. عايزين منك 20,000 جنيه للام مش زي الاب. الاب طبعا هو اصلا كره بنته والام كره بنتها بس خايفين من المسؤوليه، راحوا بلغوا. قال لك بركه يا جامع لو بلغنا وموتوها يبقى خلصنا منها. جابوها اهي تقعد عند امها ولا عند ابوها مش اشكالها وترمي في الشارع. الشرطه ابتدت تراقب التليفونات لغايه ما توصلت ان المكالمه دي من منطقه عزبه الهجينه في شبرا. بالتتبع لغايه ما وصلوا للبنت لقوها بقى ايه؟ دخلوا الشقه طبعا يحسبوها متكتفه. لقوها في كام زينتها عروسه قاعده مع الولد بيضحكوا وعزاز البيره وميه عندها 14 15 سنه. شوف البنات وصلت لدرجه ايه؟ العيب مش على البنت، العيب على الاب والام اللي خلوا البنت هي تنحرب بهذا الشكل. هي بنت مين اللي خاطف؟ قال لها مش مخطوفين. جوزك ده؟ لا مش جوزي. مين؟ حبيبي. وانت ابن مين دي؟ حبيبتي. متجوزين؟ لا مش متجوزين. عايشين ازاي؟ اصل بابا طردني وماما مش عايزه بتضربني فهو السدر الحنين. هتتجوزها يا ابني؟ قالت لا هتجوزها يا باشا. احنا قاعدين كده مع بعضنا لما نسى هي تمشي وانا امشي. ما الواد خاف يقول هتجوزها يقول تعالى اتجوزها في القسم. جابوا ابوها وجابوا امها. ايه يا بنتي اللي عملتيه ده؟ قالت ابويا عايش مع مرات ابويا ومرات ابويا مش طايقاني. وبروح لامي امي مش طايقاني عشان جوز امي بيبص لي. فانا هعمل ايه؟ ما صدقت لقيت الشاب ده اتعرفت عليه وحبيني وحبيته وعايشين مع بعضين. عرضوا البيت على الطب الشرعي لقوا ان هي فعلا فقدت عذريتها. يا ابني قال لك برضاه، يا بنتي قال انا بحبه. هنا في قضيه؟ اه في قضيه طبعا. ان هو اولا ادعوا ان البنت مخطوفه وازعجوا السلطات والشرطه اشتغلت وده في حد ذاته قضيه. بس الدرس بقى ايه؟ لازم يستفيدوا كل اب وكل ام. لازم انت هتتجوز حقك. حقك اتجوز على مراتك. وانت عايزه تتجوزي بعد ما تتجوزي حقك. بس لازم تفكروا في الاولاد. الاولاد دي النعمه الكبيره اللي ربنا اعطاها لنا. لو انت فكرت في نفسك والام فكرت في نفسها طب الاطفال دي تروح فين؟ طب انت كبير تقدر تفتح بيت وهي امها كبيره وهتتجوز وهتلاقي اللي يفتح لها بيت، الاولاد دي يروحوا فين؟ ما لو كل واحد فكر في نفسه هيبقى ضحيه الاولاد. والاولاد دول اكبر نعمه. ده الام تضغط على نفسها وتعيش وتاخد جوزها بيديها بالجزم وتروح عشان خاطر ولادي. والاب بيبقى مش سعيد مع الست دي ومنكد عيشته وقرفاه وحالته تقرف ويقول لك امر لله اديني عايش مع المحوره دي الله يحرقها عشان خاطر الاولاد. فالحقيقه كده لانه الاولاد هم الكنز اللي ربنا اعطاه ما كناش نحافظ عليه. يبقى ايه اللي حصل؟ ادي بنت زي كده. ايه اللي استفدناه دلوقتي؟ زرعنا والزرعه بتاعتنا اهي بيت في حضان شاب عنده 19 سنه بتقول بحب. والسبب ابوها وامها. يبقى اللي يتعاقب مين واللي يسجن مين؟ هي والولد؟ لا. الام والاب. ويمكن الام قبل الاب كمان. لان عمار البيت اساسا مش على الراجل. على الست. الست هي لا تخلي البيت جنه لا تخليه جحيم. عشان كده دايما بنشيد بالزوجه الذكيه اللي بتقدر تحتضن جوزها. يعني انا يا جماعه يعني خلينا واقعيين، خلي ان الزوج جاي من شغله متنفذ وتعبان وطالع عينه ومديره بخرب من الشغل ودخل البيت لقى البيت نظيف ريحته حلوه زوجه مبتسم. صحيح الزوجه بتتعب ما نقدرش ننكر، لكن هتخسر ايه هي لما تقابل جوزها بابتسامه؟ ايه اللي هيضرها تعمل كده؟ احنا مش عايزين الزوجه تعمل كده، مش عايزين اكتر من كده. لكن تدخل تلقى واحده على وشها غضب ربنا، صحيح العيال متعبنه وشغل البيت متعبها والغسيل متعبها وتجهيز الاكل على الغدا متعب، صحيح فعلا بتتعب، لكن ايه المشكله لما هو مجوس يدخل كده لا ليه ولا عليه يلقاها في وشه تعمل له كده؟ الحمد لله على السلامه. لما تقول له كده هو يقول له ايه؟ ابوك على ابو ليابك؟ ولا يقول الله يسلمك. يجي يدخل هدومه تغير هدومه تيجي داخله معاه. سايب الاكل على النار هيتحرق زي بطفي البوتاجاز زي ما كلهم دقيقتين. اعملي منظر اكنك بتخلعيه هدومك وبتاع. تعبت النهارده والله الله يكون في عونك، ربنا يرزقك برزقنا
والله احنا عارفين التعب بتاعك. كلمه مش هندفع فيهم فلوس، بس اللسان اللي عايز قطعه ما في، لا يمكن. لازم تسم بدره بكلمتين. اه عملت النهارده وما جبتش حاجه وانت جاي، مش جاي لك على العيش. اه باكل بقى شويه تاكلوها النهارده. الله يا ست اصبر علي، لما غير هدومه وياخد حمامه ويستريح، عايزه حاجه مثلا اختاري الوقت. يعني انا درس مهم جدا، يعني الزوج جاي تعبان معهوش فلوس، معهوش فلوس وعايز تشتري مثلا، عايز تشتري فستان، عايز تشتري شوز، عايز تيجي جنبي. انا عارف ان معكش فلوس، والله عارف، عايز اشتري فستان يا ابو السيد بقى خلص. انا عارف انت معكش فلوس، هتتصرف انت. والنبي ما تزعلني، والله العظيم ما تزعلني. يا نفسي هو نفسه هيجي مبتسم يقول والله لا اجيبه لك، حاضر بس. لكن بقى عايز فلوس اجيب هدوم، معيش خلاص اشوف حد يصرف علي. الله يحرقك ويحرق لهم. ما انت لما تقول له كده يعني ايه؟ لما واحده تقول لي جوزها اشوف حد يصرف علي يعني ايه؟ فالست لازم هي لا تولع البيت، لا تهدي اللعب. ما بتعرفش تختار الوقت المناسب لمطالباتها، ما بتعرفش تستقبله ازاي، ما بتعرفش ان هي ازاي تروضه. الزوج ده عامل زي الاسد الهايج، ما كانش يلقى الزوجه تعرف تحتضنه وتروضه. والله العظيم الزوج فعلا طفل صغير، طفل صغير. الكلمه ممكن تجيبه وتوديه الابتسامه، ممكن تخليه يعمل يولع صابع شمع لمراته. وعشان كده دايما بيشيد بالزوجه العربيه سواء كانت سوريه ولا مغربيه، لان بتعرف تجيد ازاي تستخدم جثه وتعرف تروضه زي ما هي عايزه. لكن النكد اللي عايش فيه بعض الازواج بسبب ان الزوجه ما بتعرفش تستخدم لا الوقت ولا الاسلوب ولا اي شيء، بيضيع الدنيا. وده هدف من برنامجي، نتعلم ازاي نعامل او ازاي تعامل الزوجه، زوجه خراب البيت او عماره على الزوجه مش على الزوج. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.